بما أنه المواد اللي خصنا نقراوها العام ماشي هما المواد ديال داك العام، ولذلك وسوف نقوم بإجراءات خاصة وضرورية للتلاميذ باش نشوفوا شكون هو المجتهد، وسنرى ماذا يمكن فعله في العام القادم والعام الحاضر. ولذلك هذا الدرس كما جميع الدروس الفائدة والذي ستأتي من بعده ودابا ملي فهمتوا هذا الدرس مزيان بغيتكم تحيدوا هذا الدرس اليوم بغيتكم تحيدوه. يلا نرجع عزيز كتعواج مزيرو بغيت الطواليت. قولها الأستاذ. اش غنقول ليه؟ قول ليه أستاذ وريدو نرحادو والدرس اللي قال لنا الأستاذ غنحيدوه. أنا غادي نحيدو عند طبيب ديال الدراس. أنا حتى نمشي للدار ونجيب شي لقط ونحيدو لراسي. مالكم انتوما مصدعينا؟ سكتونا أستاذ. غير عزوز ورأس الطارو بغى يمشي للمرحاض وقال عليا. على انت يا هو الاستاذ باش يقولها لك راه خاصني يقولها لي انا، راه انا هو الاستاذ هنا ماشي انت. استاذ. نعم يا رأس الطارو ديال ميدو بغيت نمشي للمرحاض. استاذ هل هذه وقت المرحاض يا غبي؟ غادي راه ماشي وقت المرحاض وراني مزيره استاذ. سكتنا حتى تحيد الدرس ديالك. هذيك الساعه تسير للمرحاض حتى نمشي للدار استاذ نحيدو. لا حيدو هنا ماشي الدار. راه ما عنديش اللقط باش نحيدو استاذ، حتى نمشي للدار واعطيني الوالد اللقط باش نحيدو. اش هاد الحنق نسمع واكتب الدرس ديالك. هو استاذ واكتب الدرس ديالك ماشي رسمو. صافي استاذ راه كتبتو. فين هو؟ هو استاذ. نالي قفرت يا استاذ. عزز سخفتي الاستاذ سخف. ناري كي غندير دابا نمشي للطواليت وانا راه مزيان. سير قبل ما يفيق سربي. صافي غنمشي دابا. ناري فاق. اش وقع ليا؟ استاذ نعم راه اضطروا وبغيت نمشي للمرحاض. استاذ المرحاض راه ممنوع. واش ما غتفهمش؟ ناري درتيها في السروال كاع عزز. ولكن حسن سكوت ما تفرشناش انت كيسمعك الاستاذ. راه اضطروا غير الصبر اجي كتب. علاش يا استاذ؟ نوض باش تخرجي واحد العملية حسابية. نوض راه دار بيبي بسروالو أستاذ. أشنو؟ مزيان تبارك الله داكشي اللي بقى. والله ماشي أنا أستاذ. عافاك أستاذ. ناري اختلط عمرتيها ما حشمتيش. اليوم ما غاديش تمشي حتى تسيق القسم كامل. سيق داكشي وسيق معاك القسم. يلا ليه بغا نتصل بباك ونقولها ليه في التليفون باش تعلم. عافاك أستاذ ما تقولها ليه. عافاك ما نبقاش نعاود. لا يحملك الوالدين. عافاك. ألو السي المعلم. بخير السي المعلم. الحمد لله السي المعلم. كلشي مزيان السي المعلم. صافي كون هاني السي المعلم. واخا صافي تيجي غتفاهم معاه. أشنو واقع حميد؟ السي عزز ولدك مالو دار روينا في حوايجو وكفص القسم مسخوط هذا. قولي لي يا سوسو ما عمرنا طهرنا العزوز خلينا تكبر خصنا نطهرو ليه حيت كنقول اليوم غدا حتى نسيناه حتى كبر. اليوم خصنا نجيبو ليه الطبيب باش يطهر ليه. اش كتقول يا حميد؟ واش نزيدو نخليه حتى يكبر بزاف حتى يولي قدي في العمر؟ واخا حميد اما راني جيت. كي داير ولدي لاباس؟ على السلامة. جيدي شكون هذا؟ هذاك غير عمك الطبيب هذاك جبتو باش يدوز ليا وراه دوز ليا وراه مزيان يدوز ليك حتى انت. انا مال ليا الوليد؟ راه مزيان اولدي دوز واخا ما كتحس بوالو واخا ما بيك والو. جلس عزوز جلس. اجي وليدي جلس هنايا ما تخلع ما تخاف. واخا عمي الطبيب. سي الطبيب دير خدمتك دير ياك بدا دير المقص مزيان دير هكا
ما تخاف ما تخاف هكا ديك ما تقصحني يا عمي الطبيب. شوف وليدي ما تخاف والو وما تخلعش هاك شويه عليك. اش كدير عمي الطبيب اش كدير وليدي عزيز؟ شوف واحد الفريخ راهو راهو شوف فيه شوف فيه فين هو عمي الطبيب فين هو فين هو راهو شتيه مالك عزوز ناري 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 اش هادشي درتي اش داكشي درتي في حوايجك البنا ولكن راه كنت كنحلم فين هذيك المقله اليوم كحلتيها عندي يا عزوز اليوم غتصب من داك الفراش وقبل ما تصب له